وقت العمل. لنرى القائمة. يا ولد، نظف المصعد حالاً. مان، جدي يريد المصعد نظيفاً بحق. قال يا ولد. حسناً. أي شيء لاستعادة الواي فاي؟ ماذا؟ إنه أنظف من النظافة. أنت في قبعة المغفلين. من أنت؟ أين الفتى القبيح؟ قبيح؟ مال؟ انتظر لحظة. منطقة تدمير. تجارب نووية. هذا يفسر كثير. عالم، حشرة، متبدل الرأس، طفرة. اقتربت؟ برافو أيها العبقري. هل علي أن أصفق لك؟ حسناً. إن كنت الإنسان الصغير بالجسم حشرة، هذا يعني أن أحداً آخر لديه القبضة الضخمة. المرحلة الثانية، خطف العربة. خطف ها؟ يا أصحاب، لن نتعرف بشكل صحيح. توقفوا لأقوم بركل رأس الرجل الصغير. حسناً، هذا سيء. على ما يبدو بدأت المعركة. ماذا؟ استعدوا لواحد من أضخم الأعاصير. شغلي يدي. واو، أحدهم يحب الحشرات. كنا سنسقط مباشرة في تلك الهوة لولا هذا الإعصار. لماذا؟ انتظر لحظة. يبدو أننا نسير بالاتجاه الخاطئ. بالمقلوب. صحيح، تبع القيادة. جاء دور كانون بولت ليخرج هذا القطار عن مساره. لما كل هذا التوتر؟ قلت لك ألا تكثر من شرب الصودا. حسناً، هيا بسرعة. ماذا تريد هذه الحشرات من راست باكيت؟ علي اكتشاف ذلك قبل عودة جوين وجدي. أوه مان، راست باكيت، راست باكيت، راست باكيت، راست باكيت. ما أنظفها؟ لحظة، ماذا؟ هل سرقوا عربتنا فقط لينظفوها؟ يا سلام، هذا يعني واي فاي. ماذا تقصد بأنها لا تعمل يا أحمق؟ إذا كانت عالقة، اصعد وشغلها. إنها تعمل سيدني. اختراع العظيم جاهز. المغناطيس. لا أملك أي فكرة عما يجري، لكن علي البدء. أبدأ بلكم الأشياء. لكما سيدني. في البداية البرق السريع، والآن أنت. هل أحمل لافتة على ظهري تقول بليز دمر خططي أيتها الوحوش الفضائية؟ جعلتني أعبر الصحراء خلفك لأنك تريد استخدام ملابسي التي لم أغسلها منذ أسبوعين لتشغيل مغناطيس ضخم. بفضل عادتك المقرفة وصلت إلى المرحلة النهائية من اختراعي، والآن استعد لمقابلة العبقري موريس. هذا أنا. ها؟ أهذه يرقات؟